دائما المحاولة قائمة للفريق السلوي على البحث عن المرور، ينجح في تدوين تمريرة بطريقة رائعة في اتجاه عبد الحكيم زويتا، دائما يحاول زويتا لكن العودة على شمس الدين، نجح من جديد البحث عن السلة ينجح في ذلك. محاولة المرور علال يعيد إلى من؟ إلى رضوان البقالي، يضيف 13 التمرير في اتجاه من؟ رضوان البقالي دائما يحتفظ تحت السلة بطريقة. تابعونا أبرز لحظات الربع الثالث، 43-41 تعود من جديد دائما لفريق الجمعية السلوية. هل سينجح أيضا في الثانية رضوان البقالي؟ أيضا أيوب يلعب إلى محمد الشوي تحت السلة، البقالي ينجح في ضفر